بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي طلبة الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، الموضوع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. تحديدا سنتناول اليوم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أهم الأداب السلوكية الخاصة بهذا الدرس، يتوقع أن الطالب بعد نهاية الدرس يبين مكانة السيدة خديجة قبل الإسلام، يذكر لقب السيدة خديجة، يحدد الشخص الذي جعلت السيدة خديجة في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يشرح زواج السيدة خديجة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوضح كيفية إسلام السيدة خديجة، يحفظ الأحاديث النبوية الشريفة التي قيلت في حق السيدة خديجة، يذكر مواساة السيدة خديجة للرسول، يحدد وقت وفاة السيدة خديجة. وسنتناول أيضا من خلال الدرس صفات السيدة خديجة، وأيضا الهدف من وضع ميسرة في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنتحدث عن المجتمع الذي كانت تعيش به السيدة خديجة، ونتحدث عن دورها في مواساة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين حينما فرض قريش حصار على بني هاشم. السؤال: بماذا لقبت السيدة خديجة وكيف كانت؟ لقبت السيدة خديجة بالطاهرة قبل الإسلام لما عرفت به من الشرف والبر. أحبت أيضا هذا يأتي سؤال أو تعليم: لماذا لقبت السيدة خديجة بالطاهرة قبل الإسلام؟ الجواب: لما عرفت به من الشرف والبر. أيضا صفات السيدة خديجة: من صفاتها أمرها حازمة، من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. لماذا جعلت السيدة خديجة عبدها ميسرة في خدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي ما السبب؟ الجواب بثلاث نقاط مهمة: أولا، ليدير شؤونه ويهيئ أثباته وينقل أخباره إلى السيدة خديجة رضي الله عنها. هذه الصورة توضح بيت السيدة خديجة، أو صورة تنسب إلى أن هذا البيت هو بيت السيدة خديجة رضي الله عنها. نأتي إلى إسلام السيدة خديجة وكيف أسلمت وكيف تلقت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعباد الله سبحانه وتعالى. كانت أول من أسلم من النساء، فآمنت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر المهم أنه لم يمر على نزول الوحي عليه إلا يوم واحد، فقد أعلنت الدعوة الإسلامية يوم الاثنين، وآمنت خديجة رضي الله عنها يوم الثلاثاء، أي استطاعت أن تفهم من زوجها الأمين أبعاد الدعوة وحقيقتها، ثم تبنتها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت خير عون لدعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح للسيدة خديجة ما الغاية من الدعوة الإسلامية وأهداف الدعوة الإسلامية، فكان الخير عون له في التصديق أيضا وفي تبنيها للدعوة. نأتي إلى زواج السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تم. تكلم عن زواج السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما سمعت السيدة خديجة عن فتى قريش
الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحلى بمكارم الأخلاق وعظمتها، مع أنها عاشت في مجتمع موبوء. والمقصود أحبتي بالمجتمع الموبوء هو المجتمع الذي تكثر فيه الممارسات الجاهلية، أي ممارسات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، والعبادات الباطلة والأوهام كعبادة الأصنام وغيرها من العبادات. لذلك السيدة خديجة لم ترغب الزواج من هذه من ما جعلها تتمنى الاقتران بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد تحقق ذلك فلم يكن فيها عيب ليرفضها الرسول. فهي كريمة الأصل، نرجع أيضا إلى صفاتها، شريفة النفس، عفيفة الخلق، فلقد لقبت بالطاهرة وتم الزواج المبارك الميمون من الرسول صلى الله عليه وسلم. تعددت أشكال مواساة السيدة خديجة للرسول وللمسلمين بشكل عام. وضح ذلك عندما ضاقت قريش بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويأست من كل أساليب الترغيب والترهيب مع الرسول، أعلنت مقاطعتها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرضت حصار قاسي جدا على بني هاشم، وكان للسيدة خديجة دور مشرف في هذا الحصار، فلقد بذلت جميع ما تملك من مال لتغذي من في الشعب المكان الذي حوصر فيه بنو هاشم، وسمي شعب أبي طالب، وهو بين الجبال مكة، وكان ابن أخيها حكيم ابن فرام ابن خويلد يحمل اليوم القمح، وأيضا باسم عمته. ومرت 3 سنوات على المسلمين في هذا الحصار، وكان للسيدة خديجة دور مهم جدا في إنقاذ المسلمين في هذا الحصار، ولولا خديجة لمات الجميع جوعا كما قيل. لقد أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة حبا جما، وضح ذلك معززا إجابتك الحديث الشريف. نقول لقد كانت السيدة خديجة نعمة الزوجة الوفية الحنون المؤمنة، ولقد حزن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفراقها حزنا شديدا، وقال فيها عليه أفضل الصلاة والسلام: والله ما أبدلني خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفرني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، ومحرمني الناس، ورزقني منها الولد دون غيرها من النساء. وأيضا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاح. متى السؤال؟ متى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ توفيت السيدة خديجة في شهر رمضان قبل الهجرة ب3 سنين. أحبتي وصلنا إلى الأسئلة الختامية لهذا الدرس، عليكم كتابة هذه الأسئلة ومع الأجوبة الخاصة بكل سؤال. السؤال الأول: لماذا لقبت السيدة خديجة وكيف كانت؟ لماذا جعلت السيدة خديجة غلامها ميسرة في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف أسلمت السيدة خديجة؟ تكلم عن زواج السيدة خديجة من الرسول، تعددت أشكال مواساة السيدة خديجة للرسول، ووضح ذلك، متى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها. التحضير القادم إن شاء الله هو الدرس 6، الإيثار.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.